جعلناك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صامت الجامد والذائب يضرب بعليه الساكن ويسكن بفرح الضارب لا إله إلا الله حكيم نذر ابنه كبير العجائب في ترتيب تركيب هذه
يحرم على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب الله صل وسلم وبارك عليه Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.